اللعبة اللي كل يوتيوبر نزلها وعليها وصورها وعليها مقاطع باليوتيوب إلا أنا. هي عزيزي وعزيزي مشاهدة، لعبتنا لليوم اسمها شو اسم اللعبة؟ باد بارنز جيم يا عزيزي وعزيزي مشاهدة. بس نسخة الجوال يعني تعرفون احنا. ها؟ راح نجربها انا وياك يا عزيزي وعزيزي المشاهدة. صح انت شفتها يمكن عاد يوتيوبرية ثانية بس عندي غياب لان بالموبايل. احا هسه شنو ادوس؟ احا احا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الابن امي تاخرتي ثانيه. وين كانت هي؟ تأخرت ثانية. ها أدوس؟ الأم وماذا في ذلك؟ كنت مشغولة في العمل. الله يستر. حقك حقك تنشغلين بالعمل؟ ما علي بيتشاني والله إذا أم هاي. الأم لا يمكنك أن تشفق علي قليلا، يعني قلها يا ابني اشفق علي يعني كنت بالعمل. والله هذا مبين الابن. والله أنا لو هاي أمي ما لك الابن. لكن اليوم عيد ميلاد. اليوم عيد ميلاده. هابي بيرثدي تو الأم. أمي طبعا أعرف ذلك، يعني أمها تعرف أنه عيد ميلاده. الابن إذن أين هديتي؟ هنا أنا يمكن ما جايبت له هدية. مبينة نسيت الهدية قامت هك. الأم نسيت الهدية والله لو منك. الأم سمعت من قبل بقصة سيد الوجه الأحمر. سانتا كلوز مو لا سانتا كلوز يجي بالشتاء، ما اعرف من يجيب عيد الميلاد. ابو الوجه الاحمر. الام في كل حفله عيد ميلاد يترك سيد الوجه الاحمر هدايا للاطفال المهذبين عندما يخلدون للنوم. احا يا الوجه الاحمر. الابن حقا خطيه ما هديه ما جابت لي. اذا اردت هديتك عليك الخلود الى النوم سريعا. روح للنوم. الابن حقا ساذهب الى النوم احلاما الانام حالا يا امي. والله حتى باللغه العربيه حلو. هذا الابن. هذا من هو هذا؟ الاب انت تخدعين الفتى مره اخرى. والله انا قلت ماكو وجه احمر، هو بس سانتا كلوز يجيب الهدايا. كنت اعمل وانتهت نوبه العمل المتاخر. حلو الاب هراء. ولك يمكن يدر بها كذابه عتى غير شيء انا ما اعرف. لازلت تظنين اني احمق؟ الست كذلك؟ والله طلع الأم مو سهلة، طلعت الأم مو سهلة. أحا الأب أنت يا عديم الفائدة عد لغرفتك. أحا أحا هذا الأب هيجي. لا تقف هكذا وتنصت لأحاديث الكبار. إيه روح حاضر. هذا الابن راح يروح ينام. هسه أنا أتحرك؟ حلو إيه هسه لي التحرك. وين نروح ننام يا شباب؟ أعتقد يقول له روح نام بغرفة النوم أكيد. ول 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 هذا المطبخ؟ ما علينا بالمطبخ، هذا شو نزني؟ اعلانات. شنو هذا باب؟ لا والله مو باب. هاي غرفة النوم، لا بس هاي يمكن مبينة غرفة النوم مال الأب والأم. أكيد لازم أقدر أنام عليها؟ لا ما أقدر يا شباب. غرفتي وين؟ هاي غرفتي؟ تلفزيون حلو. مبينة هاي غرفتي ذيك وين؟ مثل ما قلت لكم هذه الغرفة هذاك التلفزيون بيعلى. احنا نروح ننام. لا قال لك اخلد الى النوم. حلو اعتقد راح يصير راح يطلع لنا شيء من بابا انا ما اعرف بعد. راح ينام الطفل. نعم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحا. أعوذ بالله من الشيطان. هذا منو هذا؟ هلو. ذو الوجه الأحمر. ذو الوجه الأحمر. قل لي. يا ستار الستر. يا ستار، تعال تعال ورا يا حبيبي. ولك صار هذا، يمكن خلاه له هدية يا شباب. ما اقدر ارجع انام بعد. صار الصبح، اسمعوا زقزقة العصافير. بس هو اجى لهنا، انا ما ادري ايش خلاه لي. اعتقد لازم نجي لهنا. لا والله ما نجي لهنا. هاي الهدية. هاي الهدية يا شباب. بين هذا ذو الوجه الأحمر يعني يوزع هدايا صدق مثل ما قالت الأم. الابن، هل هذه هديتي من سيد الوجه الأحمر؟ أي حبيبي، هي هاي هديتك. مستحيل، ما مصدق، حتى أنا ما مصدق والله. دمية، أهلا أنا رون. أحد دمية تكلم ماذا؟ يمكن الكلام؟ بالطبع، فأنا مصنوعة من لا 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 لا، هنا بدينا. الابن، انت حتى تمتلك نفس اسمي وشكلي. هذا صحيح، صنع سيد الاجلك فقط. يعني ذو الوجه الاحمر يصنع العاب على الوجه والاسم. الابن، لكن عنقك ليس ثابت بعض الشيء، يعني روح يمنعك. دمية، لا بأس، سيد يقوم بهذه الاخطاء احيانا، كما ان هذا مجرد عيب صغير مقارنة بالدمى الاخرى. ناس ما قلت لكم الوجه الأحمر يسوي دمى للناس. دمية، المهم هو أنني سوف أكون أعز صديق لك من الآن. الابن، هذا رائع، مكيف. هل تود أن نلعب شيئا؟ نعم، لنرى. قم بسيدي بوضع الألعاب في الخزانة. يمكنك إحضارها لي؟ حلو، تمام. يقول لي راح ودى الألعاب بالخزانة، لأن شفت أنا راح للخزانة اللي هي هاي. أحا، لا زلت الخزانة عالقة. يمكنك المحاولة ثانية؟ إيه يمكنني، أعود. حاول قدر المستطاع. لا أستطيع فتحها. أتريد القيام بشيء آخر؟ أنا جائع. أنت دمية، كيف يمكنك حتى أن تأكل؟ صدق دمية، شلون تأكل؟ ولا تأكل أرواح. لا أنت ما ستناول الطعام، لكن سيكون بإمكان الشعور بكل ما تأكله. قام سيدي بربط كل حواسك ومشاعرك بي كي أفهمك بسهولة. حلو حلو. هي الشغلة بالثلاجة قلت لكم يعني، بس احنا ما قاعد نفتحها صح؟ يو ار شباب، ما اقدر اخذ الاكل لان انا شايل الدمية. اعتقد لازم ارجعها لمكانها. شلون ارجعها لمكانها؟ والله ما اعرف شلون ارجعها لمكانها. اعتقد لازم نقعدها هنا على الكرسي. قاعد على الكرسي او لا، اذا هو جوعان اروح اقعد على الطاولة مات الاكل. حلو، يا رب تصير بس، يا رب تصير بس. اكيد لان الواحد الجوعان يقعد على طاولة الاكل على مود مثل ما قلت لكم. بس باعوا شكله. تعال ياكل، تعال حبيبي تعال، حطه بالمايكرويف هنا. حلو، هسه دا يصير. هلاو اني صار الاكل. حلو، اجا قبل الايد. يلا تعال تفضل تفضل، تعال حبيبي تعال تعال اكل، تعال خلنا ناكل انا وياك. حلو، هسه شنو؟ قاعد ناكل. هذا طبقك المفضل، اتود رؤيتي اقوم ببعض السحر. لا ما تقوم، لا سحر ولا بطيخ. الابن، نعم ارجوك. ولك لا لا تتقشمر، حسنا اذا ساجعل هذا الطبق لا ينفذ ابدا. كلما تنتهي من تناول طعامك سيعود الطبق الى حالته حلو، بدا ياكل ياكل ياكل، خلص الطبق راح يرجع. رجع كامل. واو كم هذا مثل. هسه يراويك المثل. ماذا بامكانك فعله ايضا؟
ما كان هذا؟ لا أدري، خمن أنت. أبو حمرة، أبو وجه الأحمر. أوه لا، الزجاجة سيركل أبي مؤخرتي بلا شك، ولك هي ظلت مؤخرة. الأبن أعمل أنه ما زال نائما. والله أبيك، أبيك. لا تقلق بشأن هذا، أخذه سيدي ولكن بعيدا. والله عرفته، من قالت الأم ومن وجه الأم عرفته هذا أبو الوجه أبو الابن. ما الذي قلته؟ يعني مستغرب، شنو بعيدا شكو؟ لا يا الكعبة، هسه أقدر أشيله أخذه؟ أكيد هسه هو قال للأبو، فيمكن لازم أروح أتفقد أبوه نايم، يعني قال له نايم هو، ما أعرف بعد، يمكن صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. انت مو كنت هنا؟ والله يا شباب هاي التمية مبينة. اخ الابن، اين ابي؟ دمية كما قلت اخذه سيدي بعيدا. الله يستر. لماذا؟ لان ابيك رجل سيء. والله مبين رجل سيء، عادة يصرخ عليك ويضربك. صح يضربك. الاباء مثل ينتهي بهم المطاف بحبسهم من قبل سيدي لحماية الاطفال الذين مثلك. راح الابو يا شباب، راح خيمة البيئة. لكن يكفي هذا كثير، ابي لا يستحق ذلك، انه رجل سيء. لا هذا ليس صحيحا، ارجوك دع والدي يذهب، اتوسل اليك. حسن حسن، لكن سيدي لن يعجبه هذا. على ابو سيدك لا، ابو حتى سوى الطريق الى حيث يسجن والدك بعيدا. يقول الطريق لابوك بعيد، ستظهر الى استخدام طريق مختصر اذا اردت انقاذه في اسرع وقت ممكن. لازم اروح طريق مختصر، اريني الطريق. الطريق المختصر داخل خزانتك. والله عرفت الخزانة بها شيء، عرفت. أسرع للخزانة. الله يستر من يا أخي شو يجيبك لهنا؟ شباب هذا قام يحرك إيدي ويجي بكل مكان. لسه مقفولة، لا زالت تعاني من فتحها. أي أيوة والله لا زلت تعاني. هذا مؤسف، يبدو أن علينا استخدام خزانة والدك. أي والدك إذن؟ يعني لازم نروح لخزانة والد. تعال والحقني هسه، أنت هنا دير بالك تجي تلحقني لهناك. شوف بسم الله، كيف ما يلحقني خزانة أبي. أنا أنت اللي خزانة أبي وين يا خزانة؟ علينا احنا نفتح خزانة أبوه. دمية يجدر بك معرفة أن هذه الخزانة يمكنها أن تعمل كبوابات. حلو حلو، يمكنها نقلك إلى أي مكان تريده، ويشمل ذلك المكان المحجوز فيه والدك. فراح أروح لوالده، جربها، راح نجربها. والله ليس حلو الابن. صحيح، نسيت أخبارك شيئا. هاي الدمية، هناك بعض الخطوات عليك فعلها حتى يفتح لك الطريق المختصر. حلو، شنو هي الخطوات؟ احضر الراديو الخاص بوالدك وضعه امام الخزانة. حلو، يعني لازم تجيب غراض خاصة بالابو على مود تفتح الطريق للابو. الراديو مال تبوي، وين الراديو مال؟ هذا الراديو مال تبوي يا شباب، تعال يا راديو مال تبوي. قل له حطه قدام الخزانة. حلو، هنا سيعمل هذا الراديو كزر للمصعد. قم باختيار التردد الصحيح اولا يا ستر. اذا اخترت تردد صحيح سوف تفتح الخزانة المكان الذي تحتاجه. يا تردد، شلون نسوي تردد؟ يمكن هو هذا التردد صحيح. يا ستر الاستر، لا يبدو انه المكان الصحيح. نجرب مرة اخرى.
والله يا شباب بين السفر طولي ترى بيطلع هذا التردد صح. محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ما شفنا شيء. ما شفنا. لا عليك لا تطلع لجنب سكير. الحمد لله وشكر ماكو شيء. أظن أن هذا هو المكان. حلو. يمكن هذا المكان هو مات أبوه. يمكن الذهاب سأبقى هنا أراقب المنزل. يبقى أراقب المنزل ما نحتاجك أصلا. يا الله ويحك ولك عايت هنا. أنا حابس أبوي. أبوي الخطية سان. وين ألقى أبوي بهاي الظلمة؟ ما تقل لي وين ألقى. يي هاي دمية بينها. هاي دمية من صنع أبو وجهي الأحمر. قطة شوفوا ما الأخبار. الحمد لله. أنت شلونك يا ابن؟ أنا أبحث عن أبي. أوصف والله وجهه مستط خماسي لابس قميص. أبي يدعى بروس. لحظة حلو يعني ما شاء الله آباء هواي عندهم. هناك العديد من الأشخاص يدعون بروس. أي صفات أخرى؟ هل نحن نتحدث عن بروس طيب أم سيء؟ والله يا في الحقيقة أبي من النوع الذي يغضب قليلا. والله بين سيء. بروس سيء إذن. دعني ألقي نظرة هنا. ما شاء الله عندهم خير من الله. سيء وطيب. لا يزال هناك العديد من الأشخاص السيئين يدعون بروس. لا يوجد صفات أدق من الأشياء الأخرى التي يفعلها. والله ما أعرف. أسأل الابن. هو يصرخ كثيرا. حلو. هذه ليست معلومة كافية. أخي أحيانا يضربني ويصفعني أيضا. وماذا بعد؟ هذا كل شيء. الباب وراءك. حلو يا باب وراءك. حذرتني قبل عرفته على طول. شنو هالصوت؟ هلو هلو. ها ها أخفتك؟ لا ما أخفتني. من أنتم؟ نحن أطفال مثلك تماما نبحث عن والدينا. حلو سوف نبقى هنا قليلا. أتريد الانضمام معنا؟ عذرا أنا في عجلة. لا بس نراك لاحقا. الله وياكم. حلو يعني ذولا جهال قاعد يدورون على أبائهم. خاطفهم أبو وجهي الأحمر. على نبي مهلا نروح للباب ونقول الله ليستر. بعد ما أدري وين راح يودينا يا شباب. بابا أبويا أبويا شو مسوي بيك أبويا؟ لا عايشين هاي هنا أنا. أبويا ألهب ألهب أبي أرجوك توقف عن معاقبتي. آسف يا أبوي. آسف والله آسف أبي. إنه أنا. أرجوك توقف عن معاقبتي. ما الذي فعله بك؟ هيا لنعد إلى المنزل قبل أن يأتي سيد الوجه أبو وجه الأحمر ولا سيأخذك نحن الاثنين. أرجوك توقف. والله الأبو مبرمج. توقف عن شو مسوي بي هذا أبو وجه الأحمر؟ يا شباب شنو هاي؟ ما أعرف شنو هاي. تعويذة. أعوذ بالله من الشيطان. حصل من هذه الدمية؟ لؤاني يلا هاي الأم طلعت فد وحدة. هاي يما شبيت يما أبوي خاطفينه يما. بني ما خطبك أبوي خاطفينه وانت هنا لما قاعد تسوين. لماذا أنت مختبئ في الخزانة؟ أخذ جيد الوجه الأحمر أبي. والله هو خاتل بنص الخزانة ما يدري شنو الوضع. أوه هذا أمر مفرح. إذن يما أبوي خطفوه عذبوه قاعد يتعاقب. شنو المفرح؟ أنا لا أمزح. أنا قصة طويلة ودعيني أشرح. كيف حال دميتك رون اليوم؟ أهو على ما دقيقة 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 دقيقة. إيش مدريك أنت دمية؟ إيش مدريك اسمها رون؟ والله أنا الأم من شفت وجهها بالبداية شكيت بها. ما مرتاحة لأبد.
دميتي أمي كيف تعرفين بشأنها؟ بالطبع أعرف، ما أنك لم تأخذ دواءك اليوم. دواء يا دواء، هذا ليست أول مرة تعاني من الهلوسات هكذا. كل أمر تحكي قصة مختلفة، العامل المشترك دائما هو تلك الدمية الغبية. شباب طلع الطفل يهلوس. لا تتذكر الأوقات السابقة؟ ما ذكر كل شيء. ما ذكر؟ لا أنا لا أدري ماذا أدهاك. والله ما أعرف يا شباب. عد إلى فراشك فحسب، حل منتصف الليل بالفعل. حلو، لازم نروح أسأل فراش. والله ما مرتاح لك، ورات شيء بس الله اللي يعلم بيش. يا شباب يا قاعد. ايش قاعد يصير؟ ماذا جرى يا بني؟ جيت ارد انام، ما اعرف هل انت بخير؟ من ورا يمه يمه، ايش بيك؟ اتشعر بتحسن الان؟ نعم امي، كان ذلك يا سيدي الوجه. لا تخف، سأخذ عطلة غدا، لا أبقى هنا أعتني بك. يعني الأم راح تأخذ عطلة؟ حقا؟ إيه حقا، أديني بذلك يا أمي. والله خطي هذا بين الطفل، أعدك أخلد إلى النوم. والله تعب، كل شوية يريد يروح ينام يجي ذو الوجه الأبو أحمر والأم. خطية والله خطية، ومبين حتى دواء ما ماخذه. حاضر أمي، يسمع الكلام. والله يا شباب مقهور علي، يمكن هذا مريض وقاعد ياخذ علاجاتي وكله هلوسة. نام نام يا حبيبي نام. الابن امي، وراحت امه، كسرت وعدك من جديد، راحت للشغل وعافته، راحت للشغل وعافته يا شباب. والله عرفت السالفة التعبانة. هسه وين نروح؟ خلينا نتأكد من الخزانة، خاف نفتحها. والله يا شباب هاي الأم، الأم لو منك ماكو أتبرى من، لا مو أتبرى من عيتها، بس قصدي يعني الدمية مالتي، هاي الدمية مالتي أقدر أخذها؟ يا شباب هلا، أعوذ بالله، ماذا حدث لك؟ سيدي قام بضربي ضربا مبرح. والله شق شق، لم يكن مسرورا بما حدث أمس. لك أمس مو قبل، الأم قالت هلوسة. أنا آسف، هذه غلطتي. بالمناسبة هل رأيت أمي؟ أخذها سيد بعيد. والله يا شباب هذا يأخذ الأب والأم. ماذا؟ هذا ما حدث فحسب، آسف لم أستطيع إيقافه، يجب أن تهرب الآن، إنه سيعود ويأخذك أنت. لا علي إنقاذ أمي وأبي. كيف؟ أي ولك أنت سبع، روح أنقذ أمك. أحبك أحبك يا رون، ألا ترى ما فعله بي؟ والله يا شباب شاق شق أبو وجه الأحمر. حلو، إيش راح تعويذة اللي أخذناها، يمكن راح يطهيها. عثرت على هذا في سجن أبي، أعتقد بإمكانك أن تساعدني في هزيمة سيد الوجه الأحمر. أي تقدر، هذا التعويذة لهزيمة سيدي. هيا أسرع إلى الخزانة، علينا أن نبحث على مكان احتجاز والدك. حلو، يعني هاي التعويذة هي الوجه الأحمر على مود كتلة. بس يا خزانة، أعتقد خزانة الأبو. والله يا شباب أنا خايف تطلع لنا الأم ولا شوي. اها فتحت الخزانة بدون راديون، حلو. هسه رايحين للأبو على مود النقذة. وبدينا منو قاعد يبكي؟ معقولة الأم قاعد تبكي مع الذبحة؟ وذول ايش بيهم قاتلين يباعون؟ الو ايش بيكم خايفين؟ ترى أبوي وأمي هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسرعة أرمي التعويذة هناك واختبي. وين ارميها؟ وين؟ اختبي. الو اختبئت. لازم اعتقد اختبئ هنا. اي حلو هيك. وي ذول الدمون، اعوذ بالله من الشيطان.
ابو وجهه الاحمر. اي والله هو يا شباب. راح للام. يمه يمه لا يمه يمه حطيت دعوه اذا راح اقتله. اشتغلت التعويذة يا شباب. مات ذي الوجه الأحمر. مات. راح نروح دقيقة تيهت المكان. حلو. شنو صار؟ ما نقدر ندخل؟ ما نقدر. وين نروح؟ آه فتحت البوابة. حلو. مات ذي الوجه الأحمر يا شباب. بس الأم ليش تبكي هنا ما أعرف. والله شكل هذا مات. راح نروح. حلو حلو حسة طلعنا. قتلت يا يمه ويا ابوي. تعال وينكم؟ قتلت لكم. تعال يا شباب حرقه. والله حرقه. ما الذي يحدث لك؟ لقد هزم سيدي وسحر الذي وضعه على صار يتلاشى ايضا. نفس ما قلت لكم يعني ابو وجهه الاحمر مات والسحر ما دميه راح يتلاشى. هل انت تختفي؟ لا بأس هذا ما اردته. هيا اخرج كل ترى والديك. والله يا دمياني صراحة هواي ساعدتني وردتك وياي. والله يرحمك. لازم اخرج اشوف والدي. انا ادري وين ابوي هسه. ابوي. والله يا ابوي يا شباب رجعته. ابوي وام اثنينهم. والله حلو. هلو رجعتهم. ابا امي انتم ما احرار الان. كنتي تقيمين علاقة مع رجل اخر؟ احا قلت لك اني كنت مشغولة بعملي. والله يا شباب كاذبة عرفها. حملت تلك العائلة لاجل اخر. لا تخجلين من الكذب امام ابنك. والله يا شباب عرف ماذا عنك. هل تظن انك افضل مني؟ هلا واحد قام يكذب يطلع كذبة الثاني. انت تقضي معظم وقتك في المنزل تستغل طول العام. اي نوع من الاباء انت؟ ايا كان ما افعله انه ليس من شأنك. ما زال احضر المال لدعوة تربية ابني. وانا كنت لا تزال تظن اني استغفر الله. كافي راح خده الاب. انت تكلمتي كلمة اخرى. حسنا اذا انت وانا سنحصل على طلاق. والله يا شباب راح يطلقون. والله خراب بيوت هاي اللعبة. سيستعين على احدهم ان يغادر هذا المنزل. وانا رأيتك هنا غدا فسوف اخذ ابني وارحل. انت قفي مكانك. وقفي شردة الابنية. تقول له والله ذا شفتك مرة اخرى هنا. انا اروح. يما ليش ما اخذتين وياك؟ ولكم ضاج ابويا وراء. هلا يا بابا. اسف والله صار. قاعد يشرب ماء. يشرب ماي. اشرب. والله يا شباب عصب على امي. والله عصب عليها. ها بابا الوجه الاحمر. انا لن اسمح بهدوء. والله طلع ابوي ذي الوجه الاحمر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابوي انت ابو وجه الاحمر. انت طلعت ابو وجه الاحمر. ابوي فلذة كبدي. لك هذا وين راح هذا؟ لا 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 هذا منه شايل آني. والله أبو وجه الأحمر. لا 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 الدمية له آني. أعوذ بالله كتني. لا يا شباب إيدي قاعد ترجف. الابن لا 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 منو قتل؟ لا يمكن ان يكون هذا صحيحا. اسف دمية قتل الدمية. اسف جدا يا رون. خزانتك اعتقد انه يمكنك فتحها الان.
أعوذ بالله، الخزانة كانت مسدودة من قبل وهسه أقدر أفتحها. يا شباب إيدي قاعد ترجف. الابن، هل هذا أنا؟ شكو، شنو صار؟ معقولة هذا أني؟ لماذا لم أعلم أي شيء عن هذا؟ لا لا، طالما علمت هذا من إيش وقت يعلم يا شباب؟ بين الابن مريض، لأن الجزء العالم منك، لأن الجزء العليم منك. حاولت إنكار ورفض هذه الأشياء وألفت قصصا لتشعر بتحسن حيال نفسك وحيال والدك. والله يا شباب طلع الطفل. أما أنا واجبي هو هاي الدمية تقول له، أما أنا واجبي هو أن أعيدك إلى الواقع. حاولت عدة مرات حتى أجعلك تتقبل واقعك ببساطة طريقة ممكنة، وكل مرة أفشل. خمن ماذا يحدث. تيك توك بوم، كل ذكرياتك تختفي كل مرة تستيقظ ثانية في نقطة البداية، وهو نفس الليلة الذي وهو نفس الليلة الذي قتلك فيها أبوك. كم مضى على وفاتي؟ والله يا شباب طلع ميت. 14 يوما، لا يمكن أن يكون مرة كل هذا الوقت. 14 يوم، الأبو، أبو وجه الأحمر. ما الذي حدث حقا لوالدي؟ بالنسبة لوالدك فهو يختبئ في فندق رخيص. أحا، أعوذ بالله، منو قاعد يدق؟ ترى أنا ميت. هذا أبوي. شلون ذو الوجه الأحمر هو أبوي؟ يا شباب هذا أني، الابن. لنعد إلى المنزل معا أبي. والله يا شباب يمكن يجي على الفندق الرخيص اللي بينه هو. الابن، ماذا عن امي؟ هي لا زالت تراني، اليس كذلك؟ انا ما اعرف امي قاعد اشوفك او لا. هذا صحيح، لانها لا توجد في المنزل الا في وقت متاخر من الليل، ولكن اذا كان في الصباح. بعدني قاعد العب يعني ما انسان. انا ميت هسه. الام، ابني. الأم، أعوذ بالله. والله شافت ابن. لا لا يا شباب، والله عرفت هي. يعني أنا صح كرهتها بالبداية، صلع الأبو. لا يما، آسف يا يما، آسف والله آسف. اوه ذولا يمكن محققين قاعد يحققون بال شرطي. هل لديك اي فكرة حول مكان اختباء زوجك؟ ما فندق رخيص، بس قالت لهم لا. اسقطت شيئا للتو سيدتي. احا، هاي التعويذة. ما هذا التعويذة؟ شمرها. الأم، إنها بطاقة حجز لفندق. والله لقول أب، لقول أبو وجه الأحمر التعويذة، لكن لست متأكدة أنها ملكي. راح يروحوا للمحققين، عرفوا مكانه. محققين بعد شرطة. قال الأم عند الله. والله يا عشان. هنا التلفزيون، أعتقد لازم ينظفون. و لا، الابن ميت، ميت قدام أمه، وهذا الشبح مالته. هذول الأطفال يدورون.
صار وياهم يعني ذولا كلهم ابوهم قاتلهم. The end.